ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير على حضرتك دكتور. طمنا يا دكتور، إيه الأخبار؟ زلزال اللي تم تسجيله اليوم الساعة 7:32 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، كان مركزه جزيرة كريت حوالي 392 كيلو شمال السواحل المصرية. كانت قوته 6.2 على مقياس ريختر، نسبيا كبير شويه. ويمكن المهم فيه كمان انه كان عميق، وكلما زاد عمق مركز زلزال زادت الدائره الجغرافيه اللي بيشعر بها المواطنين. ولذلك عدد من سكان القاهره الكبرى وبعض مدن الدلتا شعروا بيه نسبيا، لكن بطمنهم بقول ان مفيش خطوره، لان يعني الزلزال خارج الاراضي المصريه وبعيد بالنسبه او بالدرجه الكافيه انه ما يكونش ليه خسائر داخل مصر. دكتور، شهر اكتوبر، يعني حضرتك بتقول ان ده مش داخل الاراضي المصريه لكن مكانه بعيد، لكن احنا بنشعر بالهزه دي، لكن له علاقه بانه يتكرر مثلا في شهر 10؟ احنا كنا بنفتكر احداث 92 وزلزال 92، اكتوبر ده ليه علاقه التوقيت؟ اطلاقا ما فيش علاقه زمنيه، بمعنى اذا ما جالي اكثر من سؤال هو احنا ده شهر اكتوبر موسم الزلازل؟ لا طبعا ما فيش حاجه زي كده خالص. واتصادف ان في خلال الاسبوع اللي فات كان يوم 12 اكتوبر حصل زلزال كريت الاخر وكان 6.4 اقوى من زلزال النهارده، لكن ما فيش علاقه زمنيه ولا مواسم للزلازل. لان احنا يعني احنا بشكل شبه يوم بنسجل زلازل سواء داخل الاراضي المصريه او خارجها، بعضها بنعلن عنه والبعض لا، لانه يعني ده نشاط طبيعي يحدث على سطح الارض. لكن دكتور، من خلال يعني اجهزه القياس بنعرف قبلها انه هيبقى في زلزال بعد كذا وهيبقى مركزه في المكان الفلاني، فالقوه هتوصل لنا احنا بالدرجه المحدده دي ولا لا بنتفاجئ بيه؟ لا، مفيش تنبؤ بالزلازل. في توقع، لكن ما يقدرش حد على مستوى العالم كله يقول ده اليوم الفلاني الساعه الفلانيه هيكون في زلزال بالقوه دي، اطلاقا مش موجود. لكن بديل كده في ما يسمى الحد من مخاطر الزلازل، ده بنقوم فيه بإصدار بعض البيانات عن الأماكن اللي فيها نشاط زلزالي، الكود الإنشائي والمعماري لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الطرق والكباري، سكك الحديد، التوعية المجتمعية. وبالفعل احنا يمكن من كام شهر بالتعاون مع مجلس الوزراء تم اصدار ما يسمى الدليل الارشادي لمواجهه مخاطر الزلازل، وده تم تعميمه نسخه مطبوعه على محافظات الجمهوريه وموجود على موقع مجلس الوزراء على موقع المعهد بشكل الكتروني. بتمنى يا دكتور في ارشادات للمواطنين للدفاع المدني للاسعاف. دكتور جاد، يا دكتور جاد، أنا بتمنى يا فندم بس المعهد يكون ليه نشاط إعلامي، يعني فيديوهات صغيرة حتى تعلم الأطفال. أنا فاكر بعد 92 كانوا بيعلمونا إزاي، مش عارف، لو جه وأنت قاعد في المدرسة انزل تحت الدكة، تقف تحت الباب على طول، ما تمشي، ما تنزلش على السلم لأن ده بيبقى مكان خطر، مش عارف الحاجات دي كلها. يعني يا ريت يبقى فيه زي نشاط إعلامي كده تثقيفي خاصة للأطفال. يعني بالفعل ده يا فندم بنقوم بيه وموجود على صفحه المعهد، عندنا قناه خاصه على اليوتيوب فيها فيديوهات توعويه، بننظم زيارات لطلبه المدارس والجامعات للمعهد من حين لاخر لشرح تلك الظواهر، مش بس الزلازل، ظواهر فلكيه، كسوفات القمر، كسوفات الشمس، ظواهر فلكيه كثيره لازم المواطن العام وخاصه النشء يكون على درايه وعلم بيها، اولا لزياده الوعي، ثانيا لنشر المعلومه الصحيحه، وطبعا منع الشائعات. الاهم من كده وكده يبقى عندنا اجيال قادمه لديها نسبه من الوعي العلمي والبحث.